أشرف وزير الشباب والرياضة محمد حطاب الاثنين على افتتاح معرض الرياضة وإعادة اللياقة في طبعته الثانية بقصر المعارض صفاكس، أين جذب مختلف أرجاء المعرض وتبادل أطراف الحديث مع جميع العارضين. التغطية لبدر الدين حجام وتوفيق الأمير ضيف الله. الشيء الجميل اللي شفناه في هذا المعرض في هذه العجلة أنه فيه يتمشى هذا المعرض يتمشى مع التحولات والتطورات اللي يعرفوا عالم الرياضة على مستوى العالمي. اليوم العالم تغير، قطاع الرياضة أيضا تغير، النتائج عندها عدة مسببات تاعها في الجانب التكويني، جانب انتقاء المواهب، الجانب البيداغوجي، أيضا الجانب المادي، تجهيزات. الشيء الجميل انه فيه تكامل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، لابد ايضا تشجيع الاستثمار القطاع الخاص في المجال الرياضي. كما أكد محمد حطاب أن وزارته تحرص على مرافقة الشباب والاستثمار فيهم لتحقيق النتائج المرجوة في أولمبياد 2020 وألعاب البحر المتوسط 2021، منتقدا اعتماد بعض الاتحادات على تجهيزات قديمة في التحضير. اليوم رانا نعملوا أيضا لمرافقة المواهب تاعنا، الأبطال الجزائر في مختلف الرياضات بالخصوص في الرياضات الفردية، تحضيرهم إلى 2020-2021 مع الفيدرالات المعنية راح نخصص ميزانية التمويل لمرافقة حسب البرنامج اللي يصدروا هما باش نرافقهم لتحقيق هذه النتائج، طموحاتهم في الألعاب الأولمبية 2020 وألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021. في بعض الفيدراليات مازالوا يستعملوا تجهيزات قديمة ديزيكيبمون كومبليتمون اوبسوليت، ما تسمح لهمش لترقية المستوى تاعهم وأيضا الحصول على نتائج إيجابية. في أخبار محترفينا